نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. بعد كأس الكاف وكأس العرش، نهضة بركان يضيف إلى خزائنه كأس السوبر الإفريقي. هزم الوداد بهدفين دون رد لتعم فرحة كبيرة مشجعي. مشوار مشرف رغم الاستفزازات والاعتداءات اللارياضية في وهران. المنتخب الوطني للفتيان يستقبل استقبال الأبطال لدى عودته من منافسات كأس العرب. حمى ارتفاع الأسعار، تطال أثمنة الشاي أكثر المشروبات حضورا على موائد المغاربة. وفي فقرة ضيف الأحد مشاهدينا، ضيفنا هذا الأسبوع فنان سمته الأولى الإقناع والإتقان في الأداء إلى حد التماهي مع أدواره، ضيفنا الممثل عبد الرحيم المنياري. أهلا بكم. هي سنة من الإنجازات ستبقى محفورة في تاريخ نهضة بركان، فبعد أن أحرز كأسي الكاف والعرش، الفريق البرتقالي أدخل إلى خزائنه أيضا وللمرة الأولى كأس السوبر الإفريقي. نهضة بركان هزمت الوداد في ثاني مواجهة بينهما لحسم كأس الأولى لحساب كأس العرش إذن، وانتهت بضربات الترجيح، والثانية أمس انتهت بهدفين دون رد في منافسات السوبر. أسامة العبادي. ليلة ممتازة، حاز أبناء الشرق لقب الكأس الممتازة ليتجرع الوداد الرياضي مرارة فقدان ثاني لقب له على التوالي أمام نادي نهضة بركان صاحب الثلاثية هذه السنة. ورجوعا إلى تفاصيل اللقاء، عناصر الطرفين تبادلوا عدة مناورات هجومية قبل أن يقتنص اللاعب الشرقي البحري هدف التقدم للبركانيين في حدود الدقيقة 32. لقت لي وصرحت وقلت لأنه الفريق ليس الجاهز 100% باعتبار أنه واحد مجموعة ديال اللاعبين لم تنضم للفريق لا للتدريب ولا للتسجيل إلا متأخرا، وبالتالي ارتكبنا أخطاء كان ممكن أن نتفادوها رغم يعني عدم الجاهزية، كان ممكن أن نكون للأفضل. بعد العودة من غرف الملابس، بحث الفريق البيضاوي على فتح ممرات في خط دفاع نادي نهضة بركان، غير أن تقدم الإيرس بي لم يتغير، بل نجح الأخير في تعزيز النتيجة بهدف ثاني من ركلة جزاء ترجمها اللاعب سفيان لمدن إلى هدف في حدود الدقيقة 71، معلنا بذلك عن انطلاق الفرحة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. الحمد لله هذا الكأس الثالث لينا بمجهودات الدراري والإدارة والطاقم التقني، الحمد لله تأتى لينا هذا الكأس السوبر، واللي غيعطينا واحد الحافز ان شاء الله باش ندخلوا الشامبيون ان شاء الله بواحد الوجه جديد. مباراة تليق بالسمعة تاع الكرة المغربية وتليق بالسمعة تاع البطولة المغربية. لعبنا ضد فريق قوي جدا اللي هو الوداد، مانيش انا نعرف به الناس، مدرب محنك، لاعبين ولادي داروا مباراة كبيرة بطولية تكتيكيا وذهنيا كانوا كنا قويين. نهضة بركان بالعلامة الكاملة هذه السنة وبثلاثية سيتذكرها من حضروا تفاصيلها، وستروى لمن سيأسرهم عشق اللون البرتقالي مستقبلا. وهذا التألق على الميدان سمع صداه في الشرق في بركان، حيث خرجت الجماهير احتفالا. جيهان جاهوري في روبورتاج لعبد العالي عميراش. أقل ما يمكن القول عنه أنه استثنائي لنهضة بركان. الفريق ختم أمس ثلاثية ألقابه بالتتويج بكأس السوبر الإفريقي ليضيفه إلى كأس الكونفدرالية وكأس العرش، والاحتفالات بدأت داخل المقاهي قبل شوارع المدينة. نحن فرحانين بزاف بهذا التتويج اللي كان متوقع. دائما نهضة بركان كتفاجئنا ومازال كتفاجئنا انها لعبت مع فريق يعني الوداد تبارك الله عليه، ومعنا مع هذا نهضة بركان حققت واحد التتويج ديالها. حنا فرحانين بهذا الكاس، خص تكون سميتك نهضة بركان باش تدي بكاس ثلاثه الكيسان في عام واحد. أغارس جوست مطاطنا لاكلاس جيبوا البطولة والكاس، جينا من حمري وحكمنا إفريقيا. البركانيون لم يذخروا جهدا في التعبير عن فرحة تتويج مستحقة. جماهير غفيرة خرجت إلى شوارع بركان تتغنى بلقب آخر ينضاف إلى الخزينة، خاصة أنه جاء على حساب بطل القارة الذي حرمه النهضة من التتويج لثاني مرة هذا الموسم بعد كأس العرش. احنا كجمهور بركاني رانا فرحانين بهذا اللقب هذا، فرحانين بالجمهور ديالنا وبالفريق ديالنا، وان شاء الله يكون ما يكونش اخر لقب، يكون هي الله البدايه. وتحيه بركان.
حنا فرحانين بهذا التتويج لاول مره مدينه بركان، تتويج السوبر الافريقي، وكنشكروا اللعابه ديالنا على هذه القتاليه، وتحيه خالصه للجمهور ديالنا البركاني والبركان كافه. ثلاثيه بركانيه تاريخيه، إنجاز كبير في موسم كبير للنهضة، جعل البركانيين أكثر فخراً بفريقهم الذي فرض نفسه في السنوات الأخيرة وطنياً وقارياً. مشوارهم كان مشرفاً في منافسات كأس العرب، واستحقوا كل تشجيع والافتخار بهم، وأيضاً الدعم والتعاطف بعدما تعرضوا له من هجوم واستفزازات في المباراة النهائية بوهران. أعضاء المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة نظم على شرفهم حفل استقبال لدى وصولهم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. أسامة العبادي. وفد رفيع المستوى كان في استقبال أشبال الأطلس لحظة وصولهم لمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء عقب المشاركة المميزة للأشبال بكأس العرب، والتي شهدت مواجهتها النهائية أحداث لا رياضية وصفها بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالأعمال الهمجية. احنا هذا الاستقبال من طرف اعضاء الحكومه للفريق الوطني اقل من 17 سنه تعبر على الدعم من اعلى مستوى ديال لا ديال جلاله الملك ولا ديال الحكومه ولا ديال الشعب المغربي للفريق الوطني اقل من 17 سنه، وتي هو استنكار ايضا المجاري في التصرفات اللي عرفتها هذه المقابله واللي هي غير مقبوله. حنا ما تيتعلق الامر بكرامه المواطن المغربي خاصه الشباب وهاد الاطفال اللي السن تاعهم ما تيتجاوز 16 سنه، فكل الامور ستسخر للحفاظ اولا على الاهداف النبيله تاع كره القدم وعلى سياده الروح الرياضيه داخل البلاد. وبالعودة للمشاركة المغربية، فأبناء المدرب سعيد شيبا وقعوا على حضور رائع تمثل في وصولهم إلى المشهد الختامي للبطولة العربية، ولولا التفاصيل الصغيرة لكان اللقب مغربي. بان أنها محصلة يعني إيجابية، ماشي فقط من النتائج، لأن النتائج ما كانتش هي الهدف الأساسي، كان الهدف كما قلنا الزملاء أننا نلعبوا أكبر عدد من المباريات في هذه البطولة هذه، تمكننا من تحقيق الهدف ونلعبوا 6 مباريات، عطات الوليدات تنافسية من نوع آخر مع منتخبات قوية، منتخبات مختلفة أيضا في الطريقة ديال التعامل مع المباريات في ملاعب صعبة. كنا عازمين باش نحققوا الميدالية الذهبية، ما كتبش، الحمد لله جبنا الميدالية الفضية. حنا مازال في طور التكوين ان شاء الله، وتعلمنا شحال من حاجه من هاد لاكوب ضرب ان شاء الله. دابا باقي لنا 9 ايام ان شاء الله وندخلوا المركب محمد الخامس ان شاء الله باش نبريباريو عاوتاني لتصفيات كاس افريقيا، وان شاء الله عازمين ان شاء الله باش ندوزوا التصفيات باش نديروا شي حاجه مزيانه في التصفيات ديال كاس افريقيا، علاش لنا ندوزوا لاكوب دافريك ان شاء الله. بعد ذلك توجه لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، حيث أقيمت مباراة السوبر الإفريقي بين نادي الوداد الرياضي ونهضة بركان، حيث أحظوا باستقبال كبير من طرف الجماهير الودادية والبركانية على حد سواء. سجال ساخن بمدينة الرباط بين عدد من أرباب المقاهي والمطاعم وجماعة المدينة، ففي الوقت الذي فعلت فيه الجماعة الإجراءات الجبائية القانونية لتحصيل الضرائب من مستغلي الملك العمومي، ترفض إحدى الجمعيات المؤطرة لبعض المهنيين هذا الإجراء، واصفة المبالغ المقترحة بالمرتفعة، فيما تؤكد الجماعة أن المبالغ حددت حسب جاذبية المناطق، وتضيف أن الأمر يتعلق بملك عمومي واستغلاله وجب أن يكون قانونيا وهو اختياري أيضا. روبورتاج جادة بردان مصطفى السعدوني. في الصورة احتلال بين لا لبس فيه للملك العمومي، وذاك آخر هي مشاهد تتكرر قد لا يجد الراجل معها فسحة للمرور عبر طوار. جماعة الرباط قررت تضريب الأمر، سندها في ذلك قوة القانون، قرار لم يعجب عددا من أرباب المقاهي والمطاعم اجتمعوها هنا للتنسيق. كان كل شيء كيخلص ما بين 70 و80 درهم، فإذا بنا كنمروا لثلاثة ديال الدرجات. بالنسبة للحي يعقوب المنصور تعطاته 280 درهم في 3 شهور للمتر المربع، بالنسبة للحسان تعطاتها 330 درهم للمتر المربع، وبالنسبة للحي الرياض 525 درهم للمتر المربع، وهي مبالغ مهولة.
ليست بالمهولة ترد الجماعة، وتضيف هي رخص اختيارية وليست ملزمة. جماعة الرباط ترى في الزيادة بحثا عن مصادر مالية لتدبير المرافق العمومية، ثم إن القرار الجبائي وطني وليس بأثر رجعي بالرغم من استغلال الملك العمومي لسنوات طوال دون سند أو حق. احنا ماشي تنفرضوا عليك اجي خذ بداك الثمن، ما عجبكش داك الثمن ما كاين مشكل، فعاود لي غتاخذ 300 متر كارية ولا 150 متر كارية في الملك العمومي، خذ غير نصها. دونك تتعامل ما باغيهاش، ما قادش عليها، تتقول ما عندكش مداخل، دونك ما عندكش مداخل، معليش تخليك غير داك في الملك ديالك اللي هو خاص واللي انت كاريه، وتتخلص لهذاك اللي كاري له داك الثمن. دونك حنا بالنسبه لينا مدينه الرباط الشيء اللي هو واضح، هاد الناس كانوا عايشين واحد الفوضى، عمرهم ما خلصوا الجماعه. هو شد وجذب مفتوح على التطور. الأيام المقبلة ستحسم الملف بعد أن انقسم أرباب المقاهي والمطاعم إلى قسمين، منهم من يحتكم للقانون ومنهم من يتحدث لغة التصعيد. عدوى حمى ارتفاع الأسعار طالت الشاي، أيضا زيادة في الأسواق العالمية وصلت تداعياتها إلى الأسواق داخل المملكة، وقد تبدأ من 5 دراهم للكيلو الواحد وتصل إلى 10 دراهم بحسب جودة المنتوج. هذه الزيادة تثقل كاهل المواطن البسيط وأيضا المستثمرين في قطاع المقاهي والمطاعم. عصام عسول، عبد العلي مكاوي، وحسن بن السيد هشام تاجر بدرب عمر. بعد أن أنهى عرض سلعته، أول شيء يقوم به هو احتساء كأس شاي رفقة زملائه. الشاي المادة الحيوية فوق الموائد المغربية، والتي أصيبت بدورها بعدوى الزيادة في الثمن لأسباب متعددة. صغير شانو ولا كبير شانو كيشرب أتاي هو الأول، وفوق من هذا الشيء كاين واحد النسبة ديال الغلاء في أتاي. أتاي يا وليدي باش كناكل الخبز الدراوش، احنا ما عندناش، ولكن الخبز اللي هو أتاي هو إلا خاصنا صافي غنجلسو. المغرب يستورد سنويا 70,000 طن من الشاي، معظمه من الصين، وقد تأثر ثمن هذه المادة بفعل ارتفاع صرف الدولار وغلاء النقل الدولي، فعلبة الشاي من فئة 200 غرام عرفت زيادة ب70 سنتيما، وقد تتجاوز الزيادة هذا الرقم بكثير حسب جودة المنتوج. محمد الصطيب رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة بالمغرب يستفيد في شرح الأسباب التي أملت هذه الزيادة. هذه سنة بالضبط كانت الحاوية كنا نجيبها من الصين تقريبا ب 5,000 دولار، اليوم وصلت ل 15,000 حتى 16,000 دولار، وكذلك مواد التلفيف اللي عرفت واحد الارتفاع كذلك ديال 40%، وهذا اللي خلى الثمن يرتفع ما بين 5 حتى 8 ديال الدراهم في الكيلو. الزيادة الجديدة في سعر الشاي لم تثقل كاهل الأسر المغربية فحسب، بل هذه الزيادة لها وقع سلبي على المستثمرين في قطاع المقاهي والمطعم. خالد بن عزوز صاحب هذا المقهى يقاوم منذ أزمة كورونا فكرة الاستسلام وإغلاق محله، لذلك فهو في جلسة عمل رفقة الكاتب العام الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعم بالمغرب للبحث عن سبيل تجاوز صعوبات المشروع. احنا بالعكس احنا ما زدناش الثمن، احنا نقصنا من الثمن لان نقصنا من لاماج، بغينا نبقاو غير حيين ما نموتوش باش المينا باش نحافظوا على مناصب الشغل ديالنا، باش الناس يبقاو خدامين، ما تنقلبوش دابا على الربح، تنقلبوا غير نبقاو احنا موجودين في السوق وحيين، هذا هو اما الربح من بعد ان شاء الله باذن الله. بعد كورونا في السنه الاولى ديالها كان واحد الاغلاق تقريبا 10% بالنسبة للمقاهي، وبالنسبة للمطاعم كانت نسبة كبيرة 30% فما أكثر. من بعدها في السنة الثانية احنا لاحظنا أنه كان هناك يعني استقرار للوضعية، ما بقيناش نشوفوا إغلاقات، لكن اليوم مع هذا الارتفاع ديال الأسعار وارتفاع ديال التكلفة ولينا كنسمعوا كيتشكاو لنا واحد العدد ديال المهنيين من هذه التكاليف اللي عندهم اليوم، واليوم اللي واحد العدد كبير رجع كيفكر في الإغلاق، هذو بالنسبة للمحلات اللي هما قانونيين. حسب مكتب الصرف، فاتورة استيراد الشاي تضاعفت خلال النصف الأول من هذه السنة مقارنة مع السنة الفارطة، حيث انتقلت إلى 1.35 مليار درهم، وهو ما يفسر الإقبال المتزايد على هذه المادة الحيوية في المعيش اليومي للمغاربة. والربورتاج كان إذن من إنجاز حسن بن رابح. نشاط الظهيرة متواصلة فيها أيضاً بسمة إنسانية نبيلة، أو بلمسة إنسانية نبيلة، فريق بسمة الطبي يرسم الابتسامة على محيّة 90 طفلا بمدينة طنجة.
في فقرة ضيف الأحد ضيفنا هذا الأسبوع فنان سمته الأولى الإقناع والإتقان في الأداء إلى حد التماهي مع أدوار ضيفنا الممثل عبد الرحيم المنياري. وقبل ذلك زخة رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة بحسب نشرة إنذارية من الدرجة البرتقالية. زخات تسجل بدءا من الثالثة من بعد زوال اليوم إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من الخميسات وخريبقة وخنيفرة والحوز على أن تتراوح مقاييسها بين 15 و 25 مليمترا. في مختلف مناطق المغرب يجول الفريق الطبي والتمريضي لعملية بسمة في عمل تطوعي إنساني يراد منه إعادة البسمة إلى وجوه الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية. فريق بسمة حط الرحال هذه المرة بمستشفى القرطبي بطنجة حيث أجرى 90 عملية جراحية كللت جميعها بالنجاح. روبورتاج صديق بن زينة فاضل السعدوني. مستشفى القرطبي بطنجة فريق طبي وتمريضي من 14 بلدا من بينهم المغرب كللت مهمتهم الطبية الإنسانية بالنجاح بعد إجراء حوالي 90 عملية جراحية لتقويم تشوهات خلقية يعاني منها أطفال ورضع. ما أود قوله عن عملية بسمة هو سعيها لتوفير العناية المطلوبة التي يمكن أن يحظى بها الطفل في أرقى المستشفيات الأسترالية. قامت الفريق الطبي المتكون من أخصائيين مغاربة وأجانب وممرضين كذلك مغاربة وأجانب من فحص وتقديم علاجات لحد الآن الأزيد من 80 طفل والمفروض انه غادي يكون ان شاء الله 91 طفل اللي غادي يستافدوا من هذه الحمله. بعد الفحوصات الدقيقه لحاله كل طفل يتم التكفل الجراحي بالاطفال مع توفير كل شروط الجراحه الامنه تحت اشراف طبي من الكفاءات المغربيه والاجنبيه ذات الخبره في المجال، كل هذا من اجل ضمان اعاده الابتسامه الى وجوه الاطفال وامهاتهم. أنا ديجا عملت معاهم العملية الأولى في الناظور خرجت لي مزيانة الحمد لله ودابا كل شيء جاز مزيان الحمد لله يا ربي وبالمجان. نحن سعداء بالنتائج الجيدة التي حصلنا عليها بعد إجراء حوالي 60 عملية جراحية وسعداء جدا برؤية الابتسامة على وجوه الأمهات. ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة لمسار طويل لعملية بسمة يمتد على مدى 40 سنة في مختلف أنحاء العالم. ويواصل فريق عملية بسمة عمله التطوعي الإنساني لإعادة البسمة إلى وجوه الأطفال واليافعين الذين يعانون من تشوهات خلقية والذين استفادوا من عمليات جراحية تقويمية مجانية والذين فاق عددهم بالمغرب 12600 مستفيد. ومن طنجة تنضم إلينا مباشرة على الهواء الدكتورة نجاة أيت الكيرش مديرة مستشفى القرطبي. سيدة نجاة أو دكتورة نجاة أهلا بك. 90 أيضا عملية لإعادة البسمة إلى وجوه الأطفال المصابين بتشوهات خلقية في هذه المستشفى، كيف تمر العملية؟ نعم شكرا للاستضافة. مستشفى القرطبي إذن يستضيف هذه العمليات وهي عمليات تهم شق الشفة أو سقف الحلق وهي تشوهات خلقية. هذا المستشفى ديالنا مستشفى قرطبي كيستضيفها لثالث مرة في طنجة وتحت رئاسة للأميرة الجليلة لالة مريم وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع شراكة إذن مع جمعية أمل بجميع موظفيها وبجميع أطباء ديالها والتقنيين اللي إذن حاولوا يدخلوا الابتسامة دونك يديروا ابتسامة لهاد الأطفال اللي عندهم هاد التشوهات الخلقية ويدمجوهم في الحياة الطبيعية. وحنايا برمجنا اذا 90 عملية اللي دازت الحمد لله بكل نجاح وهاد الاطفال جاوا من جميع المناطق المغرب
ومرت بكل في ظروف. ما هي الشروط سيدة نجاة دكتورة نجاة، الشروط التي يجب أن تتوفر في الأطفال حتى يستفيدوا من هذه العمليات الإنسانية؟ خاص يكون هناك تشخيص لهذا الطفل. بالنسبة لهذه العمليات يتم إنجازها أو هذا التهيئ لها منذ أسابيع، فإحنا كنشوفوا بالنسبة لجمعية بسمة هي كتهتم بتشخيص ديال هاد التشوهات الخلقية عند الأطفال، وحنا بالنسبة لنا في المستشفى كنهتموا بتجهيز التجهيزات اللي ضرورية لهاد العمليات اللي ما هيش سهلة. سي دي انترفونسيون شيروجيكال كي سون كوميم دونك تري كومبلكس، من سامبل حتى الكومبلكس، يعني خصهم أجهزة يكونوا متوفرين. طيب، ونذكر دكتورة نجاة بأنها عمليات مجانية 100%، وهذه العمليات بسمة يعني قطعت مسار طويل عبر العالم 40 سنة في المغرب أيضا، كيف تقيمون الحصيلة؟ ومستشفى القرطبي ينظم الآن 3 تدخلات من هذا النوع، يعني ربما أضحت أكثر سلاسة مع توالي الحملات. الحصيلة جيدة جدا. احنا الى قارنا ما بين 2018 و2021 و2022، كاين في 2018 كانوا 200 مريض اللي استفدوا من هاد العمليات، في 2021 كان العدد شويه نقص لان كورونا كانت ضروري نقصوا من عدد المرضى، كان 75، وهذا العام تمكنا الحمد لله من اجراء العمليات الجراحيه بكل نجاح ل 90 مريض. الدكتورة نجاة أيت الكيرش مديرة مستشفى القرطبي بطنجة كنت مباشرة معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. الإطعام بالداخلية والمطاعم المدرسية يستوجب تدبيرا محكما يستحضر مسألة السلامة الغذائية وأيضا الفوائد الصحية للوجبة المقدمة للتلاميذ. بجهة سوس ماسة ارتأت الجهات المعنية اعتماد نمط جديد لنظام المطعم يرتكز على تفويت هذه الخدمة إلى شركات خاصة، فهل يرفع ذلك من جودة الوجبات المقدمة للتلاميذ؟ روبورتاج محمد بوبكر رشيد لطفي. مجموعة من التلاميذ ينتظرون دورهم للاستفادة من خدمة المطعم المدرسي بعد اعتماد نظام جديد. هنا داخل الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء بتزنيتة يتم توزيع الوجبات بشكل فردي. وهذا العام كنشهدوا يعني واحد الطفرة نوعية، يعني واحد السيستيم جديد يعني في الإطعام المدرسي ماشي بحال من الفايتين، يعني كاين ممول يعني اللي كيوفر وجبات يعني بمواصفات وجودة عالية. تجربة نموذجية في مجال الإطعام المدرسي على مستوى جهة سوس ماسة، عرف من خلالها محتوى الوجبات تحسنا كبيرا بعد أن حلت الوجبات الفردية محل الطبق الجمعي الكبير، تفاديا لأي خطر قد يترصد صحة هؤلاء التلاميذ. وجدت هذه المبادرة بعد عدة لقاءات سبقتها عدة لقاءات مع التلاميذ، سواء هنا في المسيرة الخضراء أو في عدة مؤسسات داخل إقليم تيزنيت اللي هي معنية بهذا العمل الإطعام. إذا اللي يمكن نقول هو أن هذه العمل الإطعام الجديدة اللي هي المطعمة جات بناء على رغبة ديال التلاميذ، هي واحد القفزة نوعية بحيث أن التلاميذ اليوم يعني كيستافدوا من الخدمات ديال الإطعام في ظروف حسنة، بحيث نعتمد أن الإطعام الفردي بالجودة المطلوبة بواحد شركات مختصة في التغذية، وكيبقى الدور ديال الأكاديمية هو المراقبة والتتبع والتنبيه للتجاوزات. اليوم الحمد لله التجربة هذه هي كتعمم على المستوى الوطني. جهة سوس ماسة تتوفر على أسيد من 130 مطعما مدرسيا، نمط جديد سيمكن من تطوير خدمات هذه المطاعم. لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع من الجانب الصحي، تحضر معنا في الاستوديو السيدة فدوى بيدران أخصائية في الحمية والتغذية. سيدة فدوى أهلا وسهلا بك، ما الذي يجب أن تتوفر عليه الوجبة حتى تكون مغذية وصحية بالنسبة للتلاميذ الصغار تحديدا، يعني فترة الابتدائي خصوصا؟
شكرا لك اختي. اللي نبغي حب هذا لو انني نهضر على الحويجات اللي خصنا نمتنعوا عليها باش من بعد توضح لنا الامور فيما يخص الاغذيه اللي هي صحيه ومزيانه. تفضلي. شكرا. اولا اللي ملاحظ بزاف في لي لانش بوكس ولا الحقائب ديال الاغذيه ديال الاطفال اللي كيديوهم المدرسه هو اغلبيه ديال لي غوتي كيكون فيهم ولا اللومجه اللي كتكون في العشيه كيكون فيها بزاف العصائر الصناعيه بزاف ديال الاغذيه المعلبه المغلفه اومبالي بحال لي بيسكويت وصا. هذه اول حاجه يعني نقول الامهات والاباء متنعوا عليها تماما. وهذا انا كنوجه نداء للمؤسسات التعليميه انها توقف على منع هذه الامور هذه ما تدخلش المدارس. كنحيي المدارس اللي كيوقفوا على هذه المساله وكنناشد المدارس الاخرى تمشي حتى هي في نفس النهج. دونك اللي غادي ننصح الامهات ولا هذا شنو باش غادي يعودوا هذه الاغذيه هذه اللي ما خصهاش تكون. كاين بزاف ديال الاغذيه اللي هي سهل التحضير في البيت. نقدر نحضروا لي بول دينيرجي ولا كرات الطاقه كنقسموهم كرات الطاقه كيكون فيهم بزاف ديال الكومبوزونت مغذيه بحال التمر بحال الكركاع بحال اللوز كنقدروا نجمعوهم بزيت العود بالعسل الحر. دونك دائما نمشيو للحاجه اللي هي بعيده على التصنيع وعلى التعذيب والتغليف ونمشيو للاغذيه اللي صحيه. الفاكهه كذلك ممكن تعطى في الكولاسيون ديال العشيه. هذا من جهه. خاصنا نمتنعوا كذلك على ما امكن على السكر لان السكر اللي ماشي طبيعي ولا السكر الابيض فهو كينقص من القدره ديال التركيز ديال الطفل. طيب هذا بالنسبه للوجبات اللي ربما تحضرها الامهات لاطفالهم حتى يسحبونها الى المدارس، ماذا عن الوجبه التي تقدم داخل المطاعم المدرسيه؟ ما الذي يجب التركيز عليه؟ يعني جانب المطعم المدرسيه. يجب التركيز على البروتينات، يعني الاطفال خصهم ياكلوا بزاف الاسماك، خصهم ياكلوا اللحوم، ولكن الابتعاد على اللحوم المصنعه، حيت كاين واحد النوع ديال اللحوم، اي اللحم اللي هو ماشي اللحم كنشوفوا قدام عينيا فيه العظام وفيه الشحم، فهو اللحم صحي. كاين لحوم، مجموعه ديال اللحوم اللي هي اللي كنقولوا عليها فيوند بان، ما خصهاش تكون. دونك نعتمدوا هذا النوع ديال البروتينات. البيض حتى هو مزيان للاطفال. النشويات، يعني اذا كانوا نشويات كامله بحال العجائن الكامله والرز الاسمر والخضر. الخضر راه مزيانه وكتبقى واحد التحدي امام الاطفال، يعني كاين بزاف الاطفال ما كيتحبدوش الخضر وما تيعجبهمش لوكو ديال الخضر. اذا خاصنا نلعبوا شويه على التقديم ديال هاد الاطباق، يكونوا الالوان، يكون مجموعه ديال. طيب الى جانب الشروط الافاده الصحيه والاستفاده من كل هذه المواد، هناك شرط اساسي حتى لا تكون هذه المواد سامه، شرط الحفظ، يعني حتى لا نصاب بتسممات غذائيه. هو هذا سوجي كبير ولا هذا السؤال يعني شاسع، فيه بزاف ديال الشروط ديال النظافه، ديال كيفاش كنتعاملوا مع الخضر النيئه، كيفاش نتعاملوا مع النظافه الجسديه. يعني هذاك الانسان اللي كيكويزيني ولا كيطيب هذيك الاغذيه خصو يكون ديجا عارف قواعد النظافه وقواعد السلامه الغذائيه. كل غذاء عنده واحد المده ديال كيفاش نتعامل معاه باش ما يضرش الاطفال. كذلك ما نستعملش الاواني ديال الالومنيوم لان الالومنيوم كيؤدي لتسممات غذائيه اللي ما مزياناش للاطفال، كتفقدهم على التركيز، كيؤدي للزهايمر فلاج ادولت. دونك ما نستعملوش الالومنيوم لا في الطهي ولا في لومبالاج. فوالا، الا كانوا الاغذيه سخونه بالضبط ملي كنديروا عليها الالومنيوم راه كيدوز الالومنيوم في الغذاء. سيدة فدوى بيدران الأخصائية في الحمية والتغذية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. في نشرة أيضا أنباء دولية نريدها مختصرة في جولة بدايتها من بريطانيا مع محمد إسرا. من قصر بالمورال بدأ نعش الملكة إليزابيث الثانية هذا الصباح رحلته الأخيرة في اتجاه إدنبرا عاصمة إسكتلندا، وستستغرق الرحلة 6 ساعات. ويوم الثلاثاء المقبل سينقل النعش إلى لندن حيث ستقام مراسم دفن رسمية في 19 من الشهر الجاري. إلى باكستان، خيام تحولت إلى منازل بعدما دمرت الفيضانات بيوت ملايين من السكان. فحسب الحكومة الباكستانية تكلفة إعادة بناء البنى التحتية المتضررة والمدمرة تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولار.
ونختم من المكسيك. حادثة اصطدام بين حافلة وشاحنة لنقل الوقود تتسبب في مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا. الحادث وقع في الطريق السريع في شمال شرق البلاد. نفتح اللحظة صفحة ثقافية، بدايتها من البندقية الإيطالية. مهرجانها السينمائي العريق توج أمس في ختام دورته 79 المخرجة الأمريكية لورا بويتراس التي حازت جائزة الأسد الذهبي، أرقى جوائز هذا المهرجان، وذلك عن فيلمها الوثائقي Old Beauty and Bloodshed. الفيلم يعيد رسم المسار الاستثنائي للمصورة نان جولدن وكفاحها ضد أزمة الأفيونيات التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة. لجنة تحكيم المهرجان التي رأستها الممثلة الأمريكية جوليان مور كرمت إذن هذه المخرجة الشغوفة التي تستكشف المواضيع الغامضة في بلادها، وكانت تطرقت للاحتلال الأمريكي للعراق ثم إلى سجن غوانتانامو وأيضا إلى قصة إدوارد سنودن المبلغ عن تجاوزات الأجهزة الأمنية الأمريكية من خلال فيلم سيتيزنز فور الذي نالت عنه جائزة الأوسكار. نصل وإياكم مشاهدين اللحظة إلى فقرة ضيف الأحد، وضيفنا هذا الأسبوع فنان من طينة الكبار، متمكن متقن ومقنع لكل دور يؤديه على الخشبة في السينما وخاصة في التلفزيون. عديدة أعماله لكن التصق منها بالأذهان أكثر حضوره في أدوار رئيسية في سلسلة مداولة. رغم شهرته على التلفزيون لا يخفي تعلقه وحبه بالمسرح، فعلى الخشبة صقل موهبته. ضيفنا الفنان عبد الرحيم المنياري. سي عبد الرحيم أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا بكم بالنظارة الكرام. مرحبا بك سي المنياري، إذن أنت أول ضيف مع الدخول الجديد، مرحبا بك. دعنا نبدأ بدخولك أنت أيضا، هل تشتغل على جديد حاليا؟ ما جديدك؟ الجديد ديالي هو فيلم تلفزيوني من إنتاج القناة الثانية، لاعب سترونج للمخرج الأستاذ حسن غنجة، سيناريو الأستاذ عمر جدلي، وحاليا جيت من البلاطو ديال التصوير كنصور شريط سلسلة ديال الحافة، بالإضافة للفيلم السينمائي جرادة مالحة لدريس الرخ اللي كاين دابا في القاعات السينمائية. إذا سجل ربما فيه العديد من الأعمال الجديدة، منوعة، تلفزيون وأيضا فيلم تلفزيوني سلسلة وأيضا فيلم سينمائي، وكذلك المسرح، عندي مسرحية دار الباشا ومسرحية سحت الليل. نشيط سي المنياري. الحمد لله. مرحبا بك، سنعود إلى تفاصيل حول هذه الأعمال وإلى كل الجوانب المتعلقة بمسارك الفني الطويل. قبل ذلك سنحاول اختصار هذا المسار في هذا البورتري الذي أعده لك يونس رفيق. يعتبر الموهبة أساس الإبداع الفني والتكوين ضرورة تمليها تطورات المجتمع. عبد الرحيم المنياري ممثل مغربي بمسار حافل بالعطاء تجاوز 36 سنة. وجه تلفزيوني عرفه المغاربة جيلا بعد جيل منذ أول ظهور له سنة 87 900 ألف في سباق المدن. لا والو بس غير ذاك الهبيل ديال ولدك بغيت يتلصقوا لينا في اختي زهرة وما كاين باس. بثبات شق طريقه في عالم التشخيص، تقمص عديد الأدوار المركبة كانت أغلبها تجسيدا للرجل الشرير والعدواني. جيب من الخروج يا شكي بارك. لكن عبد الرحيم المنياري استطاع أن يخلق ذلك التعدد في شخصية الشرير والمتغطرس، فأثقن الانتقالات بين الشرير البدوي والمتمدن والغني والفقير والشاب والكهل. وعيت منها، أنا ما باغي لا نفلح ولا نكسب، ما باغي لا نقرا ولا ندهن. اسمع، والله ما جمعتي راسك تنجري على ولدك من هاد الدار. هو المتمرس الذي نهل من أبي الفنون الجرأة والحضور، فكسب عبرهما تقدير الجمهور. منذ نعومة أظافره كان المنياري عاشقا للتمثيل، فتدرج بين دار الشباب بمدينة النشأة الدار البيضاء ومعهدها المسرحي.
في جعبته العديد من الأعمال المسرحية انطلاقا من مسرحية الشاوش لمحمد الطوجني سنة 92-900 و1000 وشوف تشوف لمحمد مازري سنة 96-900 و1000 والرقصة الأخيرة لإدريس الروخ سنة 2005 وصولا إلى دار الباشا وساحة الليل لعمر الجدلي سنتي 2019 و2020. أول ظهور له في فيلم تلفزيوني كان مع حسن بن جلون في الحوت الأعمى سنة 2002 مرورا باللعب مع الذئاب لسعيد الناصري في 2006. لما بغيت تعرف شنو هي الصفقة؟ هو صفقة هذه صفقة مع واحد الشركة إسبانية بغت لك يدي ستوك ديالها. كما لعب المنياري مع المخرج حسن غنجة في فيلمي جانجا وشيفور، ومع نفس المخرج كان المنياري لاعب شطرنج. ومع حسن غنجة أيضا كان للمنياري العديد من الأفلام السينمائية كأرجانا سنة 2003 والمنسيون في 2010 الذي نال عنه جائزة أحسن ممثل في روتردام الهولندية. آخر أعماله السينمائية جمعته سنة 2020 مع المخرج إدريس الروخ في فيلم جرادة مالحة. اشتغل عبد الرحيم المنياري في العديد من المسلسلات التلفزيونية منذ 96-900 و1000 كفيلم ذئاب في دائرة لشكيب بن عمر وربعة من 40 في 2012 مع المخرج إبراهيم الشكيري ودموع الرجال لحسن غنجة. وارتبط اسم عبد الرحيم المنياري الذي شغل أيضا منصب مدير معهد سيدي بليوط بالبرامج التوجيهية القانونية بداية من برنامج وقائع على القناة الثانية ثم برنامج مداولة على القناة الأولى. سي عبد الرحيم المنياري، دعنا نعود أولا إلى البداية، يعني كيف خطوت الخطوة الأولى باتجاه هذا المجال، مجال التمثيل؟ البداية بدأت في المدرسة الابتدائية، احتفالات بمناسبة ديال عيد العرش. ثم بعد ذلك جات البداية ديال المعهد المسرحي في الدار البيضاء، ثم جات أول مرة التلفزيون في 1987 برنامج سباق المدن، ثم جات البداية الفعلية الانطلاقة الحقيقية مع القناة الثانية في 1993 ومع الأستاذ حسن غنجة بالضبط. طيب أنت ابن الدار، يعني هناك بدأت أيضا برنامج وقائع، قدمت خلاله الشخصيات عن بعض الوقائع، مجموعة من الشخصيات. وقائع كي تعتبر هو الأب ديال المداولة، على اعتبار أنه هو البرنامج الأول اللي كان شخصه فيه مجموعة من الأدوار، ثم من بعد تجي مداولة اللي كتكمل هذا الشيء هذا. طيب في مسارك في البداية أشار التقرير إلى أنك تدرجت أيضا في دور الشباب، يعني على مستوى الأحياء نعلم الدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسات الشبابية في تخريج مواهب، في اكتشاف مواهب، في إيجاد إطار للشباب حتى يعني يمارسوا يعني هواياتهم. أظن أن نعلم جميعا أن دور هذه المؤسسات تراجع قليلا خلال الآونة الأخيرة. من طبيعة الحال، وهذا تطرح مجموعة من التساؤلات. أنا بديت في دار الشباب ديال الحي المحمدي، وما خفاش عليك الحي المحمدي هي قلعة ديال الفن والفنانين المغاربة، وأعتز وأفتخر بأنني كنت في دار الشباب الحي المحمدي من خلال نادي المجد، ثم مجموعة من الأساتذة اللي كانوا كيأطرونا تماك، منهم الأستاذ حسن بن واشين الله يرحمه، ومجموعة من الأصدقاء الآخرين. دار الشباب كانت هي الملجأ، هي الملاذ في الوقت ديالنا وفي الجيل ديالنا. ما كانتش حاجة سميتها البورتابل، ما كانتش حاجة سميتها الباغابول، ما كانتش حاجة سميتها الانترنت، كان يا إما القراية يا إما كنمشيو لدار الشباب، لأن دار الشباب كنلقاو فيها الرياضة، كنلقاو فيها الأنشطة الثقافية، كنلقاو فيها أنشطة موازية، وكنا كنهربوا من راس الدرب، كنا كنهربوا من الانحرافات، من الانزلاقات. ثم دار الشباب كانت مجانية، كانت شي حاجة اللي هي قريبة للمجتمع وقريبة للشباب، قريبة للأطفال، لأننا مشينا وحنا أطفال. حاليا رجع الدور ديالها، لأن هذه المسائل الأخرى ولات كتشغل الأطفال وكتشغل الشباب، إضافة إلى أن رؤية واضحة للدولة ما كيناش بخصوص دور الشباب، لأن دور الشباب ولات مجرد أطلال، ما بقاتش داك دار الشباب كتلعب داك الدور ديالها الحقيقي اللي كانت كتلعبه من قبل. دابا ولا التليفون ولا البلاي ستيشن ولا مجموعة من الحويجات كتخلي أن الطفل كيبقى بارك في الدار وكي ما كيتحركش، كاين الطفل اللي ما كيخرجش كاع،
كاين طفل اللي ما كيبغيش ياكل لهم في الدار، هذا مشاكل. ربما اعتبر نفسي انني من الجيل المحظوظ اللي كنا كنمشيو لدار الشباب اللي كنا كناخذوا مجموعه من الاشياء. الجيل المحظوظ سي المنياري، وايضا الساحه الفنيه هي محظوظه بك، محظوظه بهذا الفنان الذي يعني في كل حديث عنه لابد من استحضار بعض الكلمات، اتقان الدور، التفاعل مع الدور، الاقناع في الاداء. كيف تشتغل وما الذي تركز عليه حتى تصل إلى هذه الدرجة من الإتقان؟ يعني كما أشار إلى ذلك التقرير، تتقن حين تكون شرير، حين تكون خير، حين تكون كهل، حين تكون شاب، حين تكون فقير، حين تكون غني، يعني رغم تناقضات هذه الأدوار. هذا كيف كنقول دائما، هناك فرق بين الممثل المسرحي لو كوميديان وبين الممثل أمام الكاميرا لاكتور، كاين فرق كبير. ثم انني جئت من مدرسه ديال واحد الاستاذ سميتو سي محمد سعيد عفيفي رحمه الله عليه. هذا الاستاذ خلانا اننا نفهموا بان فرق بين التمثيل والتشخيص. انا مشخصاتي ماشي ممثل، انا مشخص. مشخص يعني اعتمد على 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 كنه الشخصيه، على لو كاركتير ماشي على لو بيرسوناج. فمني كناخذ هذا الكاركتير هذا كنحاول ما امكن انني ندخل فيه ونعيش معه ونحس به، لان الى ما كاينش هذا الاحساس وما كاينش هاد المخيله وما كاينش هاد المسائل ما كنقدرش انني نقنع نفسي، حيت خصني نقنع نفسي باش نقنع الاخر. الا ما امنتش بنفسي وما قنعتش نفسي ما كنحسش براسي انني قنعت الاخر. ثم ابحث عن الادوار التي لا يستطيع الكل ان يشخصها او ادائها. علاش؟ لان هاد الادوار هذه هي اللي كتخليك انك خاصه في المسرح كتخليك انك تكون في المستوى الكبير، وهي الادوار المركبه لي رول كومبوزي. هذه رول كومبوزي ضروري انني خصني نكون مغير في الشكل ديالي، في 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 لا توناليتي، في نبره الصوت ديالي، في الاداء ديالي، باش انني نكون مقنع اكثر. ثم كاينه المساعده، كاين المساعده ديال مجموعه من الناس اللي ما كنذكرش المساعده ديالهم، اللي هما المخرجين اللي خدمت معاهم، اللي كنقدم لهم الشكر الجزيل جميعا. ثم المساعده ديال رفيقه الدرب الزوجه لانها ممثله كذلك، لان ملي كناخذ شي 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 عمل كيف ما كنوعوا كنخدموا في الدار هو الاول، كناخذ الاجواء مهيئه في الاجواء المنزل. مهيئه في المنزل الحمد لله، كنخدموا في الدار وكنحاول ما امكن انني نمرض به، كنولي مهووس به. هذاك الدور كيفاش غادي نخدمه؟ كيفاش يعني ملي كيعطيني المخرج كيقترحني في الدور في الوقت اللي كيقترحني وانا مريض نفسيا كنفكر واش غادي نقدر نكون في المستوى ولا لا. وهذا هو اللي خلى الظهور ديال عبد الرحيم المنياري ما كيكونش كثير بزاف، لانني ابحث دائما على شي حاجه اللي هي تكون ولا يمر مرور الكرام. تحدثت عن نبره الصوت، عن الشكل، عن كثير من التفاصيل التي قد ربما تغيب عن ممثلين اخرين. ترى ان النمطيه عدو الممثل يعني وطريقه الاقصر الى الزوال. هناك من الفنانين من يسقطون في فخ الشخصيه الواحده التي تتكرر مهما كان العمل، مهما كان القالب، هل هو سينمائي او مسرحي او تلفزيوني، ومهما كان الفريق. اكيد، ولكن هذه كتبقى مساله حتى ديال المخرج، لان المخرج هو اللي كيخص تكون عنده اداره الممثل، ديريكسيون داكتور. إذا ما عندكش هذا المخرج هذا ربما كتطيح في النمطية. ثم بعض المخرجين كياخذوا الممثل الجاهز، هذا لعب شرير خصني ناخذه هو شرير، هذا لعب طبيب خصو يبقى ديما طبيب، هذه حتى هي مشكل آخر. أنا كيعجبني المخرج وكنحيي المخرجين اللي استطاعوا أنهم يخرجوا عبد الرحيم المنياري من مجموعة من القوالب الأخرى. ما يخفاش عليك أن الأغلبية كينضرك في 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 في, في الخانه ديال الشرير، في حين كيجي مخرج اخر كيحطك في, في في بعض الادوار اللي ممكن انك تبين فيها القدرات ديالك اكثر من ذاك الدور اللي كاين، فكيبقى حتى المشكل ديال المخرجين. طيب بعد كل هذه المسيره وهذه الادوار، شرير يعني كبير، كهل، شاب، ما هي الدور، نوع الادوار التي تستهويك؟ كل الادوار، لانني رجل قادم من المسرح، والرجل المسرحي هو الرجل الذي يمكن انه يخدم جميع الادوار. فلا خديتي عبد الرحيم المنياري في جانجاه ماشي هو عبد الرحيم المنياري في الحوت الاعمى، ولو انه نفس المخرج حسن غنجه. الا خديتي عبد الرحيم المنياري في يما ماشي هو عبد الرحيم المنياري في المنسيون، ولو ان نفس المخرج حسن بن جلون. الا خديتي المنياري في 44 ماشي هو المنياري في الزمان العاقر، نفس المخرج ابراهيم الشكيري. الى يعني من الى خديتي عبد المنياري في جرادة مالحه غتلقاي واحد البوصي، واحد الاصلاع، واحد كاين بزاف ديال
الاشياء اللي هي كتختلف. ثم شخصيه جديده شخصيه الغول في فيلم في هذه السلسله الحافه ديال امين منى اللي كنظن انها غادي تكون شخصيه كذلك مختلفه ان شاء الله الرحمن الرحيم. طيب عن كل هذه الادوار وهذا المسار سنستمع لبعض من الشهادات في حقك، نتابع. سي عبد الرحيم المنياري هذا الفنان الكبير الذي وسم ووشم اسمه الفني على الصخر بعمله الدؤوب من خلال تفننه وتوفقه وتفوقه في أداء الأدوار المركبة. سي عبد الرحيم المنياري بالإضافة إلى كونه ممثلا مبهرا ومؤديا يعني متألقا دوما، فهو أيضا إنسانا له قلب كبير. نقدر نقول لك أنه مخرج ما كيديريجيش ممثل، مخرج كيدير معاه إن كولابوغاسيون، وهو يا واحد الإنسان اللي هو يا صراحة ما نكذبش عليك أخلاق عالية ومتواضع، وطريقة ديال الكومينيكاسيون ديالو مفهومة. من الفنانين اللي عاصرناهم حنا كجيل ديال التسعينات، كبرنا معاهم من واحد الحقبة اللي فنانين مقتدرين كيف كنقولوا عليهم. الأدوار اللي كيقوم بها أدوار هادفة في الأغلب، تنشوفوا دابا الأدوار اللي كيقوم بها في مداولة كيكون عنده رسالة من الفن ديالو، رسالة هادفة. مزيان ممثل مخير، ممثل مزيان زعما كنشوفوا ديما تيمثل تيدير أدوار زوينين. هذيك الشرير اللي ما جاتش معاه، ممثل قديم من الممثلين الأولين اللي دازوا في مسرح وفي كوميديا، كيدير دابا ديك الادوار ديال مداوله وتبارك الله ممتاز زعما بمعنى الكلمه. وكندير واحد الدور ديال برنامج قديم كنداز ديال مجنينه، برنامج قديم هذاك هو اللي كان وكان في البطوله ديالو، وتبارك الله عليه ممثل من الطراز الرفيع. سي المنياري اعود اليك، يعني تعليقك على هذه الشهادات التي ربما تحفظ حتى الاعمال التي طبعت ذاكرتهم. الجميل هو ان هذه الشهادات جت من فئات مختلفه من مهنيين لاحترم واقدرهم. سي عمر الجدلي اللي كان اشتغل معه هذه مده ديال 7 سنوات في شراكه كمخرج وممثل في المسرح، كذلك سي امين منى مخرج جميل جدا اشتغل معه حاليا، وكذلك المواطنين. يعني هذا شيء جميل جدا انك تسمع بحال هذه الشهادات، وكيثلج الصدر وكيخليك انك تاخذ على عاتقك مسؤوليه اكبر باش تكون في المستوى اكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم. طيب في بعض من شهادات المواطنين تردد كثيرا مداولة، تدردد أيضا دورك في تجسيد واقعة مجنينة كما جاء في الشهادة من برنامج وقائع على شاشة القناة الثانية. يعني شهرة كبيرة اكتسبتها من أداء هذه الأدوار التي تكون داخل برامج أو سلسلات يعني هادفة موجهة. أكيد، خصوصا في سلسلة وقائع في القناة الثانية كنا اشتغلنا رفقة الأستاذ حسن غنجة مع الطاقم ديال القناة الثانية على هذا الموضوع ديال الوقائع، وعلى هذا الموضوع الحلقة ديال المجنينة اللي خلت واحد صدى كبير. مر عليه كثير من السنوات ولا تزال 97، وكان السبب ديال الشهرة ديال عبد الرحيم المنياري أنه جميع الناس ولاو كيعرفوا عبد الرحيم المنياري بالفضل ديال هذا البرنامج هذا، وجا مداوله باش يزيد ياكد هذه المساله هذه، ولله الحمد كنتمنى انني نكون في المستوى. طيب شهره واسعه اكتسبتها من هذه البرامج والسلسلات في التلفزيون خصوصا الذي يخترق البيوت ويدخل الى البيوت، لكن هناك ايضا رغبه لدى كل ممثل في سطوع نجمه في عالم السينما. انت والسينما كيف تصف هذه العلاقه؟ أنا والسينما عندي مجموعة من الأفلام السينمائية، ولكن لم أحظى بهذاك المساحة اللي كنرغب فيها بشكل كبير. ربما حظيت بها في جوج الأعمال أو ثلاثة، مع حسن غنجة في أرغانا ومع حسن بن جلون في المنسيون، وتنحاول ما أمكن أنني نمشي أكثر في السينما، ولكن كتبقى ماشي بيدي انايا، بيد المنتج والمخرج كذلك.
ثم جراد ملحاح كذلك حظيت بدور جميل جدا شكرا لدريس الروخ وكنحاول ما امكن انني نوازن بيناتهم، لكن انا اعتز كثيرا بالمسرح لان المسرح انا سيد نفسي وانا اللي كنحاول ما امكن نوزع نفسي ونعطي نفسي المساحه اللي بغيت. شكرا جزيلا لك شكراً على لك. هذه المساحه من وقتك التي خصصتها لنا. شكرا لك وشكرا للقناة الثانية. ونختم النشرة مشاهدينا من إقليم العرائش، حيث ضريح قطب الطريق المشيشية الشاذلية مولاي عبد السلام بن مشيش تنطلق هناك منذ بداية الأسبوع، وانطلق البرنامج الروحاني السنوي، وفي أول جمعة من كل شهر سيتم إحياء ليلة صوفية تجتمع فيها نفحات المديح والذكر بدروس الوعظ لإشاعة قيم المحبة والتعايش والتسامح. صديق بن زينة فارد غيتو. هي نفحات من الأوراد المشيشية، أذكار ربانية وآيات قرآنية عطرت ليلة من ليالي الانشراح الروحي بضريح القطب الصوفي شيخ المشايخ مولاي عبد السلام بن مشيشة. أمسية من الأذكار الربانية والدروس الوعظية أحياها شيوخ وأساتذة ومريد الطريقة المشيشية الشاذلية إذانا بانطلاق البرنامج الروحي السنوي. ليلة روحانية، ليلة مبروكة، اللي هي ليلة بالقطب المولى عبد السلام بن مشيش اللي هو المؤسس للطريقة المشيشية الشاذلية. فهذا برنامج إن شاء الله برنامج اللي غيدال برنامج روحي، برنامج ثقافي، برنامج ديال اليوم، يعني صوفي، صوفي ديال الوقت، صوفي ديال اليوم. وهي دعوة إلى جميع المثقفين والمفكرين والمريدين إلى إحياء هذه الليلة المباركة. عالم العالم، الغوث الأشهر الذي زهد في الدنيا واعتلى فاختلى للصفاء الروحي ليطلق منارة صوفية بلغ إشعاعها أقطاب العالم. وقد تشكلت طريقة صوفية تبجل المحبة والسلام، وهذه بعض من نفحاتها تنتشي بها أرواح من تعاقب من الأجيال. الله يا مولانا. كانت ليلة مباركة وكان فيها أذكار وتلاوات قرآنية وأدعية لمولانا أمير المؤمنين وللوطن وللبشرية جمعاء باللطف وبالسلامة وإن شاء الله بالرفاهية والرقي والازدهار لجميع الشعوب. اللطف على المخلوقات جمعاء. آمين. وبهذه الأدعية التي تغرف من أوراد المحبة والسلام اختتمت ليلة إطلاق البرنامج الروحي السنوي للطريقة المشيشية الشاذلية بغاية نشر وإشاع الخطاب الصوفي السمح والمعتدل المبني على قيم المحبة والتعايش والسلام. في ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. بعد كأس الكاف وكأس العرش، نهضة بركان يضيف إلى خزائنه كأس السوبر الإفريقي، هزم الوداد بهدفين دون رد لتعم فرحة كبيرة مشجعيه. مشوار مشرف رغم الاستفزازات والاعتداءات اللارياضية في وهران، المنتخب الوطني للفتيان يستقبل استقبال الأبطال لدى عودته من منافسات كأس العرب. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دزنفو ام او وتطبيق مايدوزن. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.